لو ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي، الفيديو النهارده ان شاء الله عباره عن طريقه عمل عصير البرتقال بالجزر. إيه والبرتقال النهارده انا هعمله على عصارتي الجديده اللي هي هديه عيد الام، عشان في حبايبي كده طلبوا علي طلبوا مني ان انا اعمل عليها عصير وانا ايه بصوره. فانا طبعا ما اقدرش اتاخر عندكم، هعمل ايه عصير البرتقال بالجزر معاكم ونشوف مع بعض مكوناته ايه. معنا هنا كمية كده من البرتقال، ده برتقال بلدي اللي هو بتاع العصير اللي بيبقى فيه بذر كده من جوه اهو زي ما انتم شايفين. ده طبعا انا عصرت شوية منه عشان اوريكم كده في العصارة الجزء المعصور، وده الجزء لسه متعصرش، انا هعمله ايه جزء منه معايا. كمان معنا هنا كمية من الجزر اهو، انا قطعته كده حلقات وحطيت عليه شوية مية وشوية سكر وسلقته، وده هضربه في الخلاط عشان ايه هنضيفه على البرتقال لما يتعصر. ونيجي مع بعض كده نشوف العصاره واحنا بنشتغل ونسمي الله كده. احنا عصرنا شويه برتقال طبعا عليها قبل ما تبقوا معايا، ونشوف كده واحنا بنشتغل عليها عامله ازاي. بسم الله بضغط كده عليها، بتلف كده ايه يمين وارفع ايدي واضغط ارفع، بص كده تلف ايه العكس ايه، واشيل ايدي لف لفتين يمين ولفتين شمال اهي زي ما انتوا شايفين كده، لفتين يمين ولفتين ايه العكس شمال. تمام، طبعا هعمل واحدة معاكم لحد ما ايه اخلص العصير اللي فيها، مش هقطع عشان تشوفوا طبعا النتيجة حلوة جميلة وعملية. اهي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ممكن طبعا عايزة انت لسه تكملي عصرها برضو، مفيش اي مشكلة خالص. انت شايفة ايه هي كده ايه كفاية اوي وجميلة اهي. اهو كده انا عصره الكميه اللي انا قلتها لكم، بصوا دي كده من جوه اهو، مش محتاج الصفة ولا حاجه. ولما هاجي اخلعها عشان احط عليها الجزر وازود السكر هوريها لكم اهي، اللي هي الهوم اهي اهي. بصوا انا عامله هنا الصفايه بتاعتها الجنب الضيق كده بتبقى واسع اهي، وكده ضيق، بس الضيق بيبقى افضل ما بينزلش اي الياف من بتاعه البرتقال، ما بحتاجش ان انا ايه اصفي تاني. هخلص الكميه كلها وهرجع معاكم واشوف الخطوه الجايه نعمل ايه. وده كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين دي كميه العصير اللي احنا عملناها، وطبعا الكميه دي حسب عدد افراد اسرتك. إيه نيجي بقى هنا فوق كده، فاحنا هنخلع بقى الجزء ده اهو، يتخلع معانا بمنتهى السهوله كده اهو، بتلفيه اهو متركب اهو كده، تلفيه كده وتروحي رافعاه لفوق اهو، بيتشال بقى كده، ده بيتغسل، دي بتتشال ودي بتتغسل لوحدها اهو. اما بقى الجزء بتاع العصاره فاحنا بنلفه إيه؟ ايه في اتجاه الساعه، في اتجاه عقرب الساعه اهو، لا العكس اهو شمال تمام، عكس اتجاه الساعه، وبنرفعه كده وبيبقى معانا الجزء ده كده مفصول عن القاعده اللي فيها ايه الكهرباء. تمام، معانا هنا بقى كده دي كوبايه من عصير الجزر، طبعا شايفينه مركز وتقيل عامل زي المهلبيه، هنضيفه بقى على عصير البرتقال. بسم الله، طبعا براحتك تضيفي الكميه اللي انت عايزاها، بس انا ايه شايفه ان دي كفايه لانه مركز جدا زي ما انتم شايفين كده. هجيب معلقه ننزل بيها الجزر وهظبط بقى السكر بتاعه، هقلب في نفس الدورق برضو، مش هروح في حته تانية، في نفس الدورق بتاع العصاره، ما بحتاجش ان انا ايه اروح اصفي ولا اعمل في مكان تاني، وما بهدلش الدنيا ولا استغل كذا حاجه، هي في قلب العصاره. هروح كده وارجع لكم تاني. ونسمي الله كده اهو زي ما انتم شايفين كده، عصير البرتقال اهو شكله جميل جدا، برتقال بالجزر. هبدا بقى اسمي الله كده واضيف في الكوبايه. بسم الله، احلى كوبايه عصير برتقال غنيه بفيتامين سي اهي زي ما انتم شايفينها، جميله جدا 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 ومفيده جدا، وخصوصا في الاجواء اللي احنا فيها دلوقتي
بتدي مناعة للجسم عالية. ايه هاتيها كده. وبألف هنا وشفا. دي طريقتي النهاردة في عصير البرتقال بالجزر. اتمنى يا رب تكون عجبتكم، وخليكم معانا برضه هنكمل ونشوف نستفيد ازاي من قشر البرتقال اللي احنا عصرناه. ونيجي هنا بقى للقشر بتاع البرتقال اللي احنا طلعناه من العصير. طبعا انا مش برميه، انا باخد بقى الجزء ده اللي هو لونه اورانج، طبعا بعيد عن الابيض اللي تحتيه، وبستخدم المبشره دي وببدأ ابشر كده. شايفين كده الابيض لما بوصله بروح ايه لفه القشره كده. بس خلاص كده تقريبا اهو زي ما انتم شايفين كده، انا خدت الجزء الاورانج وسبت الايه الابيض اهو. هكمل بقى الكميه كلها وهرجع لكم تاني نقول هنعمل بيه ايه. ودي حبايبي كده كمية بشر قشر البرتقال اللي طلعت من الكمية اللي انا عصرتها اهي زي ما انتم شايفين كده. انا بستفيد منها في ايه؟ بستفيد منها في حاجتين. اول حاجة، انا لما بعوز اعمل كيكة برتقال باخد معلقة كبيرة من البشر ده على الكيكة، بتبقى طعمها جميل وريحتها حلوة جدا. تاني حاجة وتاني استعمال ليها، لما بعمل بسكوت العيد كل سنة وانتم طيبين اللي بيعمل في البيت، بحط عليها برضو كمية من البشر، بيديله طعم ونكهة جديدة ومختلفة وجميلة. وطبعا انا هعبي الكمية دي كده في كيس وهحطها في الفريزر ونشوفها مع بعض كده لما نعبيها. اهي كده معانا حبيبي، انا حطيتها في كيس تلاجة بشر برتقال، ودي كمية عصير جزر اتبقت مني فانا حطيتها برضو كده في كيس وهشيلها في الفريزر لما بحتاجها. بعمل عصير، بعمل عصير بتاعي وتبقى عندي ايه العصير الجزر او الجزر المسلوق كده المضروب في الخلاط جاهز. وده كان يا حبايبي فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.